أودي الوالدين هما أعظم نعمة. الوالدين هما أعظم نعمة. شو المشكل اللي عندك؟ المشكل اللي عندي هو كنت عايش أنا والوالدين ديالي والأخت ديالي. توفت الوالدة في 2006، تزوجت الأخت ديالي، بقيت عايش أنا والأب. مرت أنا في هذاك الوقت، مرت كنت كنشتغل في الصيدلية. كنت كنشتغل في الصيدلية و لا كنت خدام معاهم، كان نبيع الأدوية معاهم، خدام معاهم. و ملي المرض بدا كيقصح ما بقيتش قدرت. جاني واحد الالتهاب في المصرى الكبير، وليت كنزف بزاف، كنطيح، كتهزني لومبيلونس، كيدوني كيركبوا ليا الدم، وكي كنبقى يومين وانا مغيب 3 ايام. ملي كيرجعوني كنبقى مغيب يومين 3 ايام. ولا عندي المشكل ديال الهشاشه ديال العظام، بقيتش كنقدر نتمشى على رجليا. لا انا فاش كنت خدام كنت بخير، ما كان كنت مزيان، الامور بخير، عايش. بالعكس كان كيشيط ليا، يعني كنت كنشيط، ما كان خصني حتى شي حاجه. ما كان لا زواج، ما كنت عازب. لا كنت عازب فاش كنت خدام، كنت عازب. والنهار اللي طاح، شنو عقلي الاول مره طاحتي؟ النهار اللي طحت كان جاني واحد النزيف. ملي جاني فقدت الوعي، جاني النزيف شرف الله قدركم من المخرج. و كثير داكشي حتى فقدت الوعي. وجات اللوم الاسعاف هزاتني، داوني لقاو عندي الدم ضاع بزاف، وركبوا لي الدم، ركبوا لي الدم. انا ما عقلتش من ورا هذاك الشيء اشنو، غير اللي عقلت ملي رجعت للدار. بقيت المره الاولى يومين وانا فاقد الوعي، وديك الساعه بقيت عايش انا والاب ديالي. هذا المرض هذا ما نعست في السبيطار 5 المرات، ما عطاونيش السبب، ما بانش، ولكن عطاوني الأدوية. أنا ما نقدر نشك في حتى شي حاجة، هذا ابتلاني به الله سبحانه وتعالى، ما ابتلاء من عند الله. ملي بقيت ساكن مع الاب ديالي بحكم المدخول ديال التقاعد ديالو، بقيت عايش معاه. خرجت ما بقيتش قدرت نشتغل، وليت كنطيح، كتجيني حاله الغيبوبه، كنبقى مغيب. ما صافي الا بقيت مغيب خصي يهزني الاسعاف، واخا بدوني نزيف. لا في الاول بدا عندي مرض عضوي، ومن بعد تحول لي الالتهاب في الجهاز العصبي، من بعد ولات عندي الهشاشه ديال العظام في الرجلين. وملي توفى الوالد جيت لهنايا، كنت ساكن انا والاب ديالي في الحي الحسني، كنا كارين انا والاب ديالي، تزوجت. الأم ماتت قبل من الأب. مات بالسن، كبر في السن ومات. آمين يا رب العالمين. ملي مات الأب ديالي بحكم هو اللي كان بالمدخول ديال التقاعد ديالو، كنت شري الدواء وداك الشيء، الدواء ديالي والأكل وكل شيء كان كيقوم ليا به. صافي ما بقى عندي لا حليل لا رحيم. ملي مات الاب ديالي صافي قال لي يا مول الدار،
غادي نعطيك واحد الشهر نعطيك واحد الشهر ديال الاجل لان بقى عندي منين غادي نخلص لا الكره لا والو. وجزا الله بخير واحد السيد واحد السيد كرا ليا خلص ليا 3 شهور الاولى ديال الكره هنا وكيعاونوني مره مره دابا هنا في هذا البيت الناس شويه في الكراء. وهذاك الفراق ديال الاب اللي حد الان باقي كيضرني لان 14 عام وانا عايش معاه وما خلى ما دار معايا جرى معايا ما خلى دار معايا كل شيء سمح يعني ما بغى لي يتزوج لا يدير حتى شي حاجه يعني كيقول لي انت ولدي مريض بقيتي معايا غادي نبقى معاك حتى نشوفوا شكون السابق. و ملي جيت ملي واحد السيد جابني لهاد الغرفه هادي كرا ليا 3 شهور وعرفوني بعض الناس بعض الجيران وهذا عاونوني شويه في الكرا وبديت كنحاول ندير المجهود ونخرج لجهه المساجد نسترزق الله جيت المساجد باش نخلص الكرا ونخلص المعيشه. والدواء عندي غالي ما كنقدرش عليه ما ولا بدك كتكون شويه ولا بدك غير هو الحمد لله الاسلام عندنا في المغاربة موجود بزاف كاين غير واحد النسبه قليله بزاف هي اللي كي يقول لك شي كلمه اللي لا انا قبل ما نشتغل في الصيدليه تزوجت كنت كنبيع ونشري هذا وما كتبش لذاك الزواج يكمل حتى العام. زواج نقدر نقول لك زواج المراهقه داك الزواج ديال ماشي داك الزواج اللي غادي نديرو اسره وليدات زواج ديال عجبتني وعجبتها وتزوجنا وما ما كملتش تختم بالطلاق ما درنا لا وليدات لا حتى شي حاجه. وانا ما نكذبش عليك مرة حي مرة ميت ماشي نفسانيا ولكن جسمانيا المرض هلكني في الجسم ديالي ولكن ما عندي ما ندير خصني نصبر الحكم الله لان عندي حل من جوج اما نبيع كلوة او نبيع عين مثلا او يعني ندير شي حاجة اللي غادي نولي ضار راسي فيها ولا نصبر ونحتسب لله. دابا عطيني الادويه عطيني اربعه الانواع ديال الدواء هو اللي عطيني كنوصل به تقريبا 60% ديال التحسن كنقدر شويه نبدا نتحرك شويه والدواء تقريبا كتجيني واحد تقريبا 400 درهم في الاسبوع ديال الدواء من غير الطبيب من غير التكلفه ديال الطبيب والاكل راه بعض المرات كنبقى 3 ايام 4 ايام بدون اكل 3 ايام 4 ايام لان مؤخرا ما بقيتش كنقدر مابقاش عندي الجهد حتى باش نخرج نطلب في المساجد
دابا وليت حتى هنا شرف الله قدركم كان دابا داير غير لي كوش هما اللي وصلت للمرحله ديال لي كوش. رقم الهاتف ديالي 06 41 05 80 41. انا ساكن دابا هنا في ليساس فا جوج ساكن في هاد الغرفه في هاد البيت. اخر كلمه اخيره للناس اللي عندهم لقيت حياتهم ما قدرتش تلقى. هاودي الوالدين هما اعظم نعمه. الوالدين هما اعظم نعمه وهما اعظم فرصه، ماشي ماديا، اعظم فرصه باش الانسان يدي واحد الرضا اللي يبقى طول الحياة ديالو يجري عليه وهو باش يدخل للجنة. هذيك هي الفرصة اللي كيعطيها لنا الله. من إلا ضاعت هذيك الفرصة ما كنظنش بأن واش يقدر الإنسان يعوض بشي حاجة أخرى، ما كنظنش. أنا كنبغي الأب ديالي إن شاء الله يدخلوا الله للجنة مع الشهداء ومع الصديقين ومع الصالحين. هذاك الشيء اللي دار معايا فوق من الطاقه ديالو، سمح في كل شيء، سمح في نفسه، همل نفسه غير باش كان كيقول لي يا إله غير بعدا كنت غادي نموت، نوقفك يعني تقدر على الحياه، تقدر تعيش. والحمد لله الله يرحمه والله يرحم جميع الوالدين وجميع الموتى ان شاء الله.